اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته عصر اليوم الأحد استعدادا لمباراة الأسيوطي غدا في ربع نهائي بطولة كأس مصر. ومن المقرر أن يدخل الفريق في معسكر مغلق الليلة بأحد الفنادق القريبة من ملعب السلام استعدادا للقاء. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف الزميل كريم أحمد مراسل قناة النادي الأهلي. كريم أهلا بك. اهلا بيكي يا ايه، برحب بيكي وتحياتي لكل الساده المشاهدين. كريم، النهارده التمرين الاخير استعدادا لمباراه الاسيوطي بكره، عايزين نعرف كواليس التدريب النهارده. بالفعل بيستأنف النادي الاهلي تدريباته الخاصه استعدادا لبطوله كاس مصر الاهلي والاسيوطي على استاد السلام ان شاء الله غدا. مباراه اكيد قويه، الكابتن حسام البدري وكل لاعبي النادي الاهلي كان في تاكيد على غلق مسابقات بطوله الدوري العام ومباراه الاهلي والزمالك الاخيره، وكانت محاضرة فنية هامة جدا النهارده للكابتن حسام البدري في بداية المران. مران النهارده كان المفروض يكون في الساعة 4 عصرا لكن بدأ في الساعة 5، كان المحاضرة استغرقت 45 دقيقة للكابتن حسام البدري، كان فيها تأكيد كبير على غلق مباراة الأهلي والزمالك والتركيز الشديد في مباراة الأهلي والأسيوطي في كأس مصر. أيضا كمان كان في بعض الحديث عن الجوانب الصفاتية لهذه المباراة، الكابتن حسام أكد أكثر من مرة على اللاعبين الاخطاء اللي كانت في مباراه الاهلي والزمالك، بعض التمركزات، بعض ايضا كمان الكرات الثابته اللي كان خط الدفاع وخط الوسط بيتمركز فيها بشكل خاطئ. النهارده كان في تركيز كبير جدا على هذه الامور الخاصه بالمباراه وايضا كمان الخاصه بالتكتيك. بدا المران كعادته ببعض الجري الخفيف ثم مربعات الكره للاعبين، ويمكن الكابتن حسام البدري دخل سريعا في التقسيمه الخاصه بالمباراه، حاول ان هو طبعا يعني يحط تشكيله او اللمسات الاخيره على التشكيل اللي هيفوت بيه مباراه الغد. لكن زي ما احنا عارفين بجانب طبعا الجاهزيه لكل اللاعبين بيغيب عدد كبير جدا للاعبي النادي الاهلي عن مباراه الغد سواء للايقاف او للعوده من التاهيل، بيغيب غدا عن المباراه بالانذار الثالث كل من جونيور اجاي وعمرو السوليه، ثلاث انذارات طبعا هيمنعوهم من التواجد غدا استمرار غياب وليد ازارو للشكوى من العضله الخلفيه، سعد سمير ايضا كمان معاناته من الكدمه القويه اللي تعرض ليها الركبه هيكون غائب عن مباراه الغد، علي معلول ايضا بينضم في قائمه المستبعدين من مباراه الغد، احمد حمودي اللي بيتدرب النهارده في تدريب منفرد عنده نزله برد شديده جدا يمكن غاب على اثرها من التدريبات الجماعيه امس، وايضا كمان يغيب اليوم من التدريبات الجماعيه. كمان زميل الدقايق يمكن النهارده الظهور الاول لرامي ربيع، يمكن اول مره نشوفه من فتره كبيره على ملعب مختار الدتش بيأدي بعض تدريبات الجري الخفيف كده بعد العوده الكبيره من رحله العلاج في المانيا. لسه كمان رامي ربيع هيعود لالمانيا للمره الثالثه في الجلسات الاخيره ان شاء الله اللي بتمنى له فيها يكون عائد من المانيا جاهز للمشاركه مع النادي الاهلي خلال المباريات القادمه. لكن باكد النهارده كمان ان علي معلول شارك في التقسيمه الرئيسيه النهارده للكابتن حسام البدري. علي كان الناس كلها طبعا بتقول ان هو مش هيكون متواجد في التقسيم او لسه ما دخلش في التدريبات الكوره، لكن النهارده تاكدنا من الجهاز الطبي للنادي الاهلي على جاهزيه علي معلول. غدا ممكن يبقى تقدير فني من الكابتن حسام البدري ان هو يضعه في القائمه الرئيسيه او يضعه في التشكيل، هيكون نظره فنيه للكابتن حسام البدري، لكن بناكد على جاهزيه علي معلول سواء مباراه الاسيوطي او المباراه المرتقبه ان شاء الله خلال الفتره القادمه وخلال الايام القادمه مع نادي الترجي الدولي. تاكدت الامور ماشيه بشكل طيب جدا للنادي الاهلي في التدريبات وفي تركيز كبير جدا حتى اللحظه دي، يمكن لم ينتهي التدريب، الكابتن حسام بيختتم التدريب كالعاده ببعض الكور الثابته على المرمى وركلات الجزاء تحسبا طبعا لو في اي ضربات جزاء في مباراه الكاس، واكيد بنتمنى كل التوفيق يا ايه للنادي الاهلي غدا في مباراه الاسيوطي ليستمر في مسلسل الانتصارات الخاصه بفريق النادي الاهلي. اكيد طبعا. كريم احمد مراسل قناه النادي الاهلي بشكرك، شكرا جزيلا.